يعطيكم العافية. زيارة لدار الإفتاء هي زيارة واجبة دائما، لأنه هذه الدار هي دار حوار ودار اعتدال ودار منطق يسري على الجميع، لأنه عنوانها الرئيسي هو المسألة الوطنية وكيفية تسهيل حياة الناس والاحتفاظ بتماسكهم وتلابطهم وبقدرتهم على الاستمرار وسط الظروف الصعبة اللي عم نعيشها كلنا واللي بنعرفها، سواء بالوضع الاقتصادي أو بالأزمة السياسية، أزمة الحكومية اللي عم بتعاني منها البلد الآن. وبالتالي الحوار نصب على هدول على هذين الموضوعين، وصاحب السماحة يعني له رؤية محددة وبسيطة ومعلنة مسبقا، يعني سواء بالموضوع الحكومي أو بالموضوع الاقتصادي. بالتأكيد هو عنده هم الناس وهم تشكيل حكومي بالوقت ذاته، لأن الوضع الاقتصادي بحاجة لجرعة ثقة وجرعة عمل حكومي جاد وفعال يساعد على تحمل أكلاف الحياة بهالأوقات الصعبة. وبالموضوع السياسي مثل ما بدأت الكلام قلت إنه هذه الدار هي دار مفتوحة لكل القوى السياسية المعارضة والموالية والناشزة والموافقة، وبالتالي مفتوحة للجميع، تستمع للجميع وبتقول رأيها للجميع، وهذا أمر طبيعي لما يكون على رأس هذه الدار صاحب السماحة اللي هو مفتي الاعتدال الوطني. هذا الموضوعين اللي تناولناهم، وهو حاضر لبذل كل جهد لتسهيل الأمور من خلال الاتصالات اللي بيقوم فيها، وهو واضح إنه على اتصال دائم مع غبطة البطرك ومع الرئيس الحريري ومع آخرين، وثقته كبيرة يعني حكمة الرئيس الحريري وقدرته على التعامل مع الوقائع الجديدة بشكل هادئ ومنفتح دون أن يعني هذا التزام بالقبول أو بالموافقة، إنما تكون قاعدة هي الحوار مش المواجهة. نعم معي. قبل عام بالتمام والكمال وقفتم هنا، وكان رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري قد ترك قصرا موقع الرئاسة السادسة، وقلتم تصريحكم الذي رفضتم فيه مبدأ التطبيع. نعم. اليوم يترك الحريري رئاسة الحكومة إذا صح التعبير في إجازة، في وقت موضوع تشكيل الحكومة هو أولوية، وهناك من يطالب بأن يكون هناك صوت آخر لدى السنة، كيف تعلقون على ذلك؟ أولا ربط الموضوعين من سنة لليوم يعني ربط مش بمحله، لأنه مش مطروح الآن هذا الموضوع، والرئيس الحريري مصر على نفيه بأنه اللي صار منذ سنة صار ورانا، ويعني ما عاد في ضرورة للحديث عنه أو لتناول. والعلاقة مع المملكة العربية السعودية علاقة صافية وشفافة وصديقة بهذه المرحلة، مش خاضعة لما ذكرتيه من قبل، يعني الموضوع مش مطروح الآن. الموضوع الثاني هو موجود بإجازي بعتقد، لأنه يعني واضح إنه الأزمة مش بحاجة لتشاور يومي، بس إنه هي مسألة أيام وبيرجع ترجع الاتصالات إلى ما كانت عليه بالسابق بين كل الأطراف لمحاولة إيجاد مخرج. تعبيرك عن الصوت الآخر أو التمثيل الآخر، ولا فهمت من سمعته إنه كان بعض النواب من زملاء النواب كانوا بزيارته وهم تشاوروا معه. أنا بصراحة رأيي الشخصي إنه هن استعملوا الباب الخطأ، بمعنى دخلوا على الموضوع من باب خارجهم وليس من الباب الداخلي. ما دخلوا على الموضوع من باب دار الإفتاء، ولا دخلوا على الموضوع من باب الكتلة، ولا دخلوا على الموضوع من باب التجمع. دخلوا على الموضوع من خلال طرف سياسي أيا كان حجمه أيا كان قدرته، مش هو الطرف اللي مناسب.
مناسب لتسمية واحد منهم. هم أكدوا بأنهم أبلغوا هذا الشيء لرئيس الجمهورية وهو من اقترح عليهم بأن يشكلوا كتلة يكون لهم تمثيل. هاي بالتفاصيل ما بعرف إذا هذا الشيء صار، يعني أنا ما تابعته، بس واضح إنه رئيس الجمهورية أجابهم بمقابلتهم شيء، يعني قال كلام معاكس للي تفضلتي فيه، لأنه لو كان رئيس الجمهورية طلب منهم تشكيل كتلة لكي يستحقوا التمثيل ما كان الرئيس عون قال بمقابلته إنه هني يعني جمعوا بعضهم ولا يمثلون كتلة. على كل حال يعني الأهم هو الحوار الهادئ، الأهم هو التعامل مع الموضوع بهدوء وبتلوي وبحكمة للوصول إلى شاطئ تشكيل الحكومة. وأنا بعتقد إنه هاي المسألة ولو احتاجت إلى أسابيع، ولكن الحكومة ستشكل بالمعايير الوطنية اللي بيشوفها الرئيس الحريري، واللي قاعدتها التفاهم والحوار مع الجميع ومش توزير الجميع، فرق بين التفاهم والحوار وبين التوزير. في بياناتك مع الرئيس الحريري معالي الحديث عم بيتكرر عن انه ما بيمثلوا هن فعليا بعض اعضاء هاي الكتلة جايبين اكثر من موجودين في المستقبل، الا يحق لهم بوزير؟ يعني حتى انا ما عم ناقش هذه المسألة مين بحق له او مين ما بحق له، انا قلت انه دخلوا هن على المطالبة بطريقة من الباب الخطأ. يعني مشكلة في الباب وليست في الحق؟ لا، ما قلت انا انه المشكلة بالباب، هني حقهم الحق يطالبوا، ما حدا بيقدر يمنع الناس تطالب، بس حسب من اي باب داخل على الموضوع. يعني اسمح لي من باب انهم تكتلوا. انا ما بدي زيد الأزمة، يعني ضيف عليها مثل ما بيقولوا كلام يسبب مزيد من الأزمة. أنا عم بقول إنه هذا باب للحوار، إنما هذا ما بيعني توزير، حوار الهادئ والمنطقي واللي ممكن يوصل لنتيجة أو ممكن ما يوصل لنتيجة. الكل بده يبدي حرص ويبدي جدية أكثر بالتعامل مع هاي المسألة. ما حدا منا قاعد عم بحط علامات إنه هذا يحق له وهذا لا يحق له. المهم كيف أنت فت على الموضوع ومع مين عم تتناقش. يعني هذه مسألة مهمة أيضا. يعني هناك بقطاع عن السنة يجب المرور عليه يعني لا لا ما قلت هيك أنا. ليش عم تفسر لي كلامي؟ أنا ما بستعمل هاي التعابير اللطيفة اللي أنت عم تستعملها. ما في شيء اسمه إذا كان هذا المطلوب بكرة بيروحوا عند الرئيس الحريري. مش هذه المشكلة، لا، مسألة أعاد من هيك. كيف علاقتك مع الرئيس سعد الحريري؟ أوف، كيف على شيء جديد ليه؟ في فترة مش عم بتشارك بكتلة المستقبل. هذا موضوع تاني، موضوع المشاركة. يعني نحن اليوم أمام المستقلين بدار الفتوى عن لا لا لا، أولاً مشاركة بالكتلة شيء وعلاقتي فيه، أنا من الأول قلت إنه أنا بدي يعني فترة نقاهة طويلة، وكنت بتمنى إنه تشكل الحكومة حتى تكون نقاهة من الأمرين يعني. أما مسألة علاقتي فيه لا، أنا يعني قلت كمان من أول لحظة إنه أنا ماني انقسامي ولا داعي للمواجهة، وعلاقتي فيه كتير منيحة وعادية وعلى اتصال دائم وتشاور دائم. عندي سؤال أنا معي، إذا طالت هيدي الأزمة ضلينا بهيدا الكبش ما حدا تراجع، هل يوصل الرئيس سعد الحريري إلى الاعتذار؟ رئيس الحريري بهالمرحلة رئيس الحريري لن يعتذر وسيشكل الحكومة. أنا بقول لك على كفالتي، لا نحن بنقبل ولا هو بوارد الاعتذار، هو مكلف وهذا حقه بموجب الدستور، ولو أخذ وقت أكثر من غيره، وفي حكومات سابقة أخذت وقت أطول بكثير من اللي أخذه الرئيس الحريري وبالآخر تشكلت بظروف أحسن بكثير. أيام الرئيس إسلام الله يجزيه بالخير أخذت سنة لتشكل، مع الرئيس مئاتي أخذت 11 شهر معه. فمش لا، الرئيس الحريري ليس في وارد الاعتذار على الإطلاق، ولا في بجونا السياسي ولا بمحيطنا ولا ببيئتنا من يقبل اعتذاره أو يسعى نحو هذا. برأيك ما الوضع الحملة عليك قوية؟ ما لها أهمية. بعدين نحن يعني قلنا بدار موجودين بدار حوار واعتدال، ما بتحرز الرد كله. شكرا جزيلا لك.
في افتعالات وروايات مكررة من السابق و... يعني كلها كذا؟ أكيد يعني كلها غير جدي من مستعمل. معالي الوزير هلا قلت حضرتك انه الحكومة ستتشع، ولكن واضح انه كل الطرف عند موقفه. هل المشكلة أصبحت بأن تيار المستقبل على خلاف كل التيارات السياسية التي قبلت بأن يتوزر من هم خصوم لها في السياسة؟ هل السنة يريدون أن يكونوا بلون واحد في الحكومة وأن اعترفت الانتخابات بلون آخر؟ يعني في مشكلة حتى هلا وأنتم الوحيدين اللي ما عندكم طرف خصم لأنكم بالسياسة أعطوا مجلس الوزراء. اولا سبق وكان موجود ممثل لرئيس الجمهوريه من اهل السنه على طاوله مجلس الوزراء بالحكومه السابقه، يعني مو صحيح انه كان في اجماع او طرف وحيد بيمثل بهذه بالحكومه السابقه، واصلا كان مطروح حتى في خلال الكلام حتى بهذه الحكومه كان مطروح انه يصير في تبادل مع رئيس الجمهورية لوزير سني آخر، صح ولا لا؟ مقابل وزير مسيحي، وبالتالي لا نحن مش إلغائيين، مشان هيك نحن عم نقول إنه مدخل الموضوع كان خاطئ خاطئ خاطئ، بتدعي ده ثلاث مرات، ولذلك أنا عم برجع بقول إنه الحوار والاعتدال والعقل بشكل حكومي، انما هذا ما بيعني التوزير بالمنطق المطلق باعتباره ايضا انه حق مطلق. معالي الوزير معالي بتحب نعيط لك معالي الوزير ضمير السنه؟ لا معالي ليش دار الافتاء؟ دار الافتاء هي دار ضمير السنه مش انا ضمير السنه. شو الهاشتاج هيك؟ شو الهاشتاج اللي طالع بالنسبه لك؟ سأل اللي عملوا كثر خير من الناس بس اكيد مش انا يعني كتر خير من الناس، وانا يعني بقدر، بس انا برجع بقول انه دار الافتاء هي دار ضمير السني وسمحته هو يعني عمامتنا جميعا وضميرنا جميعا.